السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة طبعا ما في حاجة الزولي يعني ما قلت حاجة مفيدة أصلا الزولي يرد. ألو ما قلت حاجة مفيدة الزول يناقش فيها يعني كله كلام مكرر ومعاد. الركن ده تقريبا أنا حضرته 2013 محي الدين ده بكون كان صغير يعني الزمن ده ما 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 في حاجة يعني. أنا شايف إنه مثلا مفترض السلفيين ديل يعني يلحقوا برقبة التقدم والحضارة يمشوا ينضموا لجماعة أنصار السنة أفضل. أنا شايف أفضل كده والله إنه أنتوا تمشوا الناس ديل يعني وصلوا مراحل بعيدة. الناس ديل مشوا بيقروا فلسفة وبيتكلموا في التصور المادي للتاريخ بيتكلموا في الاشتراكية بيتكلموا في العلمانية والليبرالية. انتوا ناس هاي بس بتيجي تقول لهم كلام مجاني ساي ما منه فايده يعني الناس ما بتستفيد. بس الناس لو ما زهجانه وما في دقاتلات هنا كثيره ما بيجوا يقعدوا لهم يعني ما في افلام سمحه ذاته السينما العالميه دي ما انتجت لنا افلام عشان نحضر. انتوا ما قلتوا حاجه مفيده الزول داخلكم فيها يعني لكن كلام هتر وبنجي نحن برضه الناس بيتهتر وبتقول نفس الكلام يعني نفس كلامكم ده لان انتوا ما قلتوا حاجه مفيده عشان الزول داخلكم فيها. في نقطه قبيله يعني الزول ده انتقد مثلا الاشتراكيه وانا كزول اشتراكي يعني برد في نقطتي دي يعني. وانا شايف انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كان غدوه في المنهج الاشتراكي وفي تطبيق الاشتراكيه في نفسه يعني لانه قال في حديثه الشريف قال لا ما توريني انا عارف قال الناس شركاء في ثلاثه الماء والكلى والنار وقال اللهم اجعل عيش قوت آل محمد الكفاف. ولما نزلت الآية بتاعت الزكاة خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها نزلت صبقت الآية بتاعت ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو. شاف الآية دي كانت تقيلة على أمة محمد في الزمن ذاك يعني لأنه العفو ده فسروه هو ما زاد عن حاجتك حاجة الفرد والحاجة دي كانت تقيلة على الأمة دي في الزمن ذاك. لذلك نزلت الآية البعادة وخذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وقال الحديث الشريف نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على غدر عقولهم. ده الحديث اللي قاله وده الخطاب اللي أصلا كان قدر عقول الجماعة ديلك في الزمن ده يعني. ودي حاجة كويسة نحن عشان كده الليلة بنبشر بالاشتراكية وبنشوف إنه مثلا الاشتراكية دي هي الحل لأنه الناس تعيش بسلام وبأمان. وانتوا تمشوا تشوفوا لكم شغله تشتغلوا شغله كويسه احسن لكم يعني ما يعني ما تنتظروا قروش تجيكم من السعوديه ولا قروش تجيكم من عمر البشير يرضى عليكم ويخلي لكم الشغل كده. هسه شايفه انصار السنه يتصدروا الموقف وانا يعني بهنيهم على العمل الجيد اللي قاعدين يقوموا به في التنوير ده. وشايف امس كان يتكلم على الانحرافات الفكريه وكان منبر ممتاز جدا يعني يتكلم فيه الشيخ فاضل كده وصبغ وكان واحد شاب بيقرا هندسه زول ممتاز بارع في الفلسفه والتاريخ يعني يا اخي الناس ديل عجيبين يا جماعه صح طيب؟ هاي عشان كده الناس انتوا امشوا اقروا دايرين تقروا القرايه امشوا اقروا الفلسفه دي. الفلسفه دي ممتازه بالمناسبه اجمل حاجه ممكن الزول يقراها في حياته. انت بتعرف كانت يا محي الدين؟ ما بتعرفه ما كان ده كبير عليك طبعا. انت لو قريت نقد العقل المحض كريتيك اوف بيور ريزون انت بتشيب ذاته شفت شعرك ده بيشيب والله. انت عارف الكتاب ده ايمانويل كانت قال انه الكتاب ده اي اسئله وجوديه انا جبت عليها. انت ما بتقدر تجاوب على الاسئله الوجوديه دي يعني الاسئله الوجوديه بتاعت الوجود المهتمه بحياه الانسان الاسئله اللي بتدوها للناس ديل في المدرسه وفي الروضه وناسكم الاسئله اغلبهم بيجوا ماركسيين ديل يعني ده انا شايفه يعني كم سلفي كده بيجوا مراكسه بيقول شيوعيين يعني الحمد لله ودي حاجه كويسه انا شايف. اي لانه احسن ما يقعد لي مع ناس يهتر ويضحك ويضيع زمنه ساي في الفارغ يعني. زول يمشي يقرا لي قرايه كويسه يقرا للدكتور كارل ماركس يعني اعظم من انتجه العقل البشري في القرن ال 18 يعني. زول قال كلام ممتاز تكلم عن راس المال كتبه في 23 سنه يعني. انت هسه كتبت لك كتاب يعني في 23 سنه كتبت حاجه كويسه؟ ما كتبت انت كتب كتاب كندا الاحمر الصغير ده بقرا في 3 دقائق انا. لكن راس المال ده انت لو جيت مسكته قريته من صفحتين بتقوم تشوف لك كوبايه جبنه ولا سيجاره وراسك بشيب يعني. عشان كده انتوا مفترض تنفتحوا على العلوم الحديثه دي التطور البشري اللي وصلت ليه والمجتمعات الليله. وانا شايف انه اغلب المشايخ واغلب رجال التصوف والشباب المسلم
بيجوا يهاجروا فايتين دول الإسلام والمسلمين والبتحققوا فيها العدالة فايتيننا ماشيين وربا بالبحر يعني والصحراء. الواحد بفضل إنه يموت في البحر من إنه يقعد في دولة بتاعت مسلمين يعني. يموت في البحر يعني شوف يتأكلوا سمك. عندي قريب قال لي والله أنا ياجي ساردين يا ما جاي راجع. وفعلا جاء في علبة ساردين يعني زول ده ما تأكلوا القريش يعني. الله يرحمه يا جماعة. عشان كده أنا شايف إنه مثلا أنتوا تبطلوا الهتار الكثير ده وتبطلوا شغلكم الما جايب حقه ده. ده بكرة ده كيف يا أخي يا سلام. والله ده زول ممتاز بالمناسبة ده أستاذ في الكوميديا. هاي عشان كده يا أبو بكر أنا شايف أنت قريت آداب إنجليزي قالوا لي كده. عشان كده ما عندك علاقة بالفلسفة. كان تجينا في كلية الفلسفة فوق ممكن نديك كتب تقراها بالإنجليزي. عندنا كتب لكانت وماركس وفريدريك نيتشا عندنا لهم كتب بالإنجليزي وبالألماني لو حاب ممكن نديك تقرأ برضو. عشان كده أنا شايف إنه أنتوا تمشوا تقروا أول حاجة تخطوا الرحمن ده في قلبكم وتقعدوا وطا وتقروا بتكونوا تطورتوا يعني شوية بتتطوروا شوية. الانفتاح الإنسان ده ما ممكن يتطور ما لم يجتهد في القراية. أول حاجة كتب الصفراء الشوية البسيطة اللي بتقروها دي أتوسعوا العالم ده أنتج المعرفة دي أنتجت بقت في كتب PDF بقت في محاضرات بقت في إنتاج عالمي دخل دار التقدم في موسكو تنتج دار التنوير في لبنان بيروت القاهرة كله إنتاج بتاع كتب. أمشي أقرأ الكتب دي تماسكين لهم 13 كتاب وتاكلين ابن تيمية ابن باز منهم عارف وقاعدين تقرأوا في الكتب دي. انتوا شوفوا الكتب شوفوا العالم ده مشى وين. انتوا مشيتوا وين بكتبكم دي مشيتوا وين وديلك مشوا وين. المقارنات دي كويسة أنا شايفة بتفيدنا كويس. الدين ده في نفسنا يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء وده حق. لكن ده في مجال التشريع ومجال العبادات والشرائع. أما في مجال العلوم والمعرفة فللآخرين الكثير يعني زي ما قال الدكتور عدنان إبراهيم يعني عند الآخرين الكثير نحن مفترض نستفيد منه. الحاجة دي نستفيد منها التطور الطب الهندسة الحاجات دي. وشكرا جزيلا يعني أنا بس دي رسالة واحدة بحب أوصلها إنه أنتم مفترض يعني ترتقوا شوية وتمشوا تنتموا لجماعة أنصار السنة كلكم بكرة تقدموا استمارات جماعية لأنصار السنة وتكون حاجة كويسة. شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نص المداخلة بتاعت الولد الشيوعي ده قال تمشوا تقروا. والغريبة أنا شايفه الأيام دي بجي الكلية كل ما أخش الولد ده بلقى قاعد يتونس مع البنات تقعد تقرا بتين. أنا ما أدري أعرف يعني أنت بتقول أمشوا أقروا وبتين أنتوا قاعد تقروا الشيوعيين وتاسي شعركم ده بخليكم تخشوا لكم مكتبة تقروا. فعلى أي حال نص المداخلة دي كلام ما عنده معنى كلام ما عنده معنى. أنا بمشي طوالي للنقاط اللي فيها شيء من الأهمية وذكرها. واحد قال تنضموا لأنصار السنة المحمدية عندهم شباب ظريفين وناس ممتازين وكلامين وده شهادة من هذا الشيوعي إنه أنصار السنة انضموا للفكر الأقرب إلى العلمانية. لأن ربنا في القرآن قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بمفهوم هذه الآية ما بيرضى عنك الشيوعي إلا وإنت مشيت عليه في الفهم وفي الفكر. وكونك أنت زعلان يا شيوعي والصوفي بيجي زعلان وفي واحد أظن كوز بغادي برضو زعلان فهمت. ده مما يدل على إنه المنهج ده هو المنهج الحق منهج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بزعل الجميع فهمت. بزعل وده ما مغص وداك بهناك صار خشمه وزعوا لنا اي واحد ادوه نص ليمونه وداك ادوه بصله عشان يسكت شويه لحد ما نتم كلامنا. طيب فشكرك لانصار سنه نحن عندنا دلاله من الدلالات الكثيره والعلامات الكثيره اللي بتدل على انحراف انصار السنه عن المنهج الحق اللي بيغيظ نوعه ده. لانه ما ممكن يكون انصار السنه على حق والشيوعي مبسوط منه لا يمكن. ده ولا شيوعي ماركسي كمان دي الدقة الأصلية بتاع أنا جايك لي أصبر بس أنت قلت أقرو أنت الآن ما جبت معلومة قراها من كتاب يقول لي أقرو. وين المعلومات اللي أنت قريتها من الكتب؟ وأنا الآن بديك طلع ورقة وقلم بعد شوية بديك بأرقام من كتبك أنت ذاتك برقم الصفحة. لأنه نحن لما نقرأ بنقرأ قراءة الجرايد
انت بتقرا قراءة جريدة صافي وشايل لك سيجارة وجنبك بيتين قعدت بيجاي وماسك لك كتاب عامل فيها بيقرا بيقرا دي ما قرا يا ولدي انا بوريك هو قال سمعت انك بتقرا انجليزي سمعت بتقرا في اداب يا ولد انا خشيت اداب 2002 2002 انت بتقرا سنة كم؟ تاني اساسي يا ولد الناس درت تقول لي سمعنا بتقرا اداب انت جيت اداب قاعد في اداب دي ومشيت ولفيت وجو شيوعيين تاني وانا قاعد وجيت احضر في الجامعه دي وانتهيت منها بس ان شاء الله الدكتوره قربت بس ادها صنه شويه بعد شويه بجي في القاعه بقول اي شيوعي يقعد بهناك بس ادها صنه بس قال سمعنا بتقرا بالله شو اخوانا شوف جدات الخلا يا ناس انت مالك مال اداب يا ولد هذا انت خشيتها بتين انت درسك منو في اداب ذاته الدكاتره درسوك منو الفلسفه دي انا وكد بتاعكم ذاته بشعر ده خليه من اسمه منو بتاعكم بيدرسكم ده وقد احنا قرينا الفلسفه دي هنا في اداب انت ولد لسه بتلعب بكره الشراب كره الشراب ده بتعرف تشوطها بالشوطه الواطه على اي حال الفلسفه اللي انت بتتكلم عنها هذا العلم يا شباب من باب المعلومه اللي انت بتنفعك صحيح أسوأ علم من العلوم الموجوده الان أسوأ علم يقود الى الالحاد ويقود الى الزندقه بل يقود الى شرود الذهن والضياع الفكري والفهم علم الفلسفه نوريك لو دار تضيع انت مش في 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 دينك في دنياك بتضيع فهمت واحد من اهلنا ديل بدري سافر برا السودان جا راجع بشهاده الدكتوراه الحين له بقول له دكتور ابوه يوم قال له انا عندي مغص قال له لا ابوي نحن ده ما برنامجنا مغص ووجع ظهر والتهابات ده ما شغلنا قال له انت دكتور في شنو؟ قال له في الفلسفه قال له الفلسفه دي يعني شنو؟ قال له ابوي شاف الدجاج اللي قدامنا دي قاعد ياكلهم قال له ممكن اقنعك انها دجاجتين ابوه زول عايش الواقع يعني بيعرف شال الجداد عليه وقال له دي انا شلتها شيل انت الثانيه ما غلط فارغ الفلسفة انت قايلها مبنية على شنو زمان قبال ما يجي كارل ماركس بتاعك وفريدريك انجلز وما تعرف داروين وكلهم قبال ما يجوا ديل الفلسفة دي زمان قاعدة بدري في العهود الأولى بعد القرون الأولى بعدها في حاجة يسمى ناس يسمون الصوفسطائيين ده بغلطك كده بس بغلطك يعني تقول له وفي هذا الباب يقول لك لعله ليس بباب تقول له وفي هذا الشباك يقول لك ولعله ما شباك تقول له وهذا المايك يقول لك لعله ما مايك قالوا مما ذكر في كتب التاريخ واحد من الصوفسطائيين ديل بناظر واحد من علماء السلف العالم قاعد وداد جبه حماره زي ديل قالوا له فين صينيه كذي ها ما فاهم ذاته دار يصل شنو في الحياه فداك يبي يناقش اي حاجه يقول له العالم يقول له لعله ليس بذاك يقول له هذا الكتاب ولعله ليس بكتاب وهذا الباب ولعله طيب لما كتر كلامه العالم ده قال له والله ده امشي اسرق حمار العاطل ده والدبه غالي هذا اول ما جاء مارك داك دار يفوت قال له خلاص امشي خطانا ما جاء هناك عائل لحمار قال حماري سرق قال له لعله لم يسرق فتش حمارك ما دلف دوران في الفاضي دي خلاصة الفلسفة أسد طلعوا بشنو قال العالم مشى قدام وانتوا قاعدين هنا أي نحن خلنا نحن قاعدين في محلنا ده ننظم صوفية بجاي ولا نصار السنة بكرة ننظم في الكيزان وبعد بكرة ننظم في الشيوعين ده موضوعنا احنا شغالين فيه ورضيانين بيه انت سويت شنو خلينا احنا انت سويت شنو ها ماذا خدم الشعب ها ماذا خدم الشيوعي الشعب السوداني؟ استفدنا منكم شنو؟ قبل اليوم اذكرك تاريخ، انت الوقت ده كنت ولسه غيروني، اظنك بترضع زي الجماعه اللي قالوا محيدين ديلك لسه. بدري الكلام ده. الشيوعيين لما مسكوا البلد دي ثلاثه يوم اول التصريحات اللي خرجت من الشيوعيه قالوا مآذن قالوا الخرطوم ما مكه. ده ما محل دين هنا. ده جاي لا ديل. الخرطوم ما مكه. قالوا مآذن المساجد تتحول لمداخل مصانع صلاة ما في تاني كان دار تصلي تمشي هناك تحجز في المطار مكة نفر تركب تمشي تصلي في مكة دي ما هنا ممحلة ده دار تجول قدمت شنو الشعب السوداني
سيبنا نحن في العالم ماذا قدم الحزب الشيوعي عالميا. من نشأة الحزب الشيوعي؟ نشأ في مرحلة الدعوة السرية 1902، معلومة دي عارفة؟ أكتب معاك 1903 على يد لينين. بعد ذاك الحزب بدأ الدعوة المعلنة له 1917 اللينينية الماركسية. جاء بعد لينين ستالين، بعد ستالين 7 من القادة الشيوعيين، وبالمناسبة كلهم رجال، مرة ما فيهم. انتوا اللي عاملين فيها بتاع النسوان طبعا، هناك انتوا شايفين السينما ما بيجي موضوع النسوان، لكن في الجامعه لما اشوف لبنيتين قاعدات بجاي المراه يا انصر السنه، المراه ويا السلفيين، المراه هنا ما في مراه. الكديس ذاته اظنه ذكر في الداخليه دي، ما جبت سيره النسوان شايفكم. كلهم لحد ميخائيل غورباتشوف، ده اخر واحد حكم الاتحاد السوفيتي الماركسي، فهمت؟ كل العهد بتاعه ده تاريخ امشي اقراه. طيب انا ما درجل في الموضوع ده، نمشي قدام. قال الناس دي لو ما زهجانه ما بتقعد لكم. طيب انتوا لما قاعد تعمل المنتدى بتاعكم هناك ما قعدوا لكم ليه؟ ما بقعدوا لكم، ما زهجانين ولا شنو؟ اها هسه اقول لك قوله، امشي انت والشعار جنبك والوراك اقف هناك انضموا، شوف الناس دي اللي بيجوكم ولا الزهجه فكت؟ ما تمشي الركن الكوميدي، انت الكوميديا بتعرفها؟ ما حرام يعني الكوميديا ولا شنو؟ وانت الحياة الثانية حلال، خليك من الحياه ديك الثانية ديك كلها حلال عندكم، بقيت على الكوميديا ما تضحك، ما لقيت عندك نفسيات؟ الضحك ما له عيب يعني؟ شوف دي إساءة أول حاجة لعقول الطلاب. أنت أمرك الحقيقة، قول منبركم ده المنبر الوحيد اللي بيستفيد منه الطالب علميا. ده المنبر الوحيد. الطالب بيستفيد منه، والا انت ذاتك بدأت تستمتع، خليك من الطلبه الجايين اصلا للفائده، انت ذاتك كشيوعي ها؟ منبرنا ده بزعزع ايمانك بالمناسبه، اصل انت حتعيش معركه بعدين في صراع مع النفس بالليل. لانه هنا بتكون سامع لك ايه، الايه بتكون عامله لك كتمه في راسك فوق، قدر ما تحاول ترقد الايه بتصحيك ثاني. فهمت؟ طيب. قال اشتراكي، بعد شيء مشى قدام قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد شويه مشى قدام قال شيوعي والحمد لله. ده من التناقض، وده دليل على الانفصام في الشخصيه. ده من التناقض. انت يا خليك شجاع، قلت اشتراكي، قلت شيوعي، هل الحزب الشيوعي والاشتراكيه والماركسيه تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وتؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال لك، عشان انت تقول لي انا شيوعي وفي نفس الوقت انا شنو؟ انا مسلم ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده من التناقض بتاعك انت. انا اديك من المراجع اللي انت ما قريتها، قوم شي اطلع في الفلسفه فوق اقراها. نمره واحد، كتاب البيان الشيوعي، اكتب عندك كتاب البيان الشيوعي الصفحه 8 بالضبط. قال وبما ان الكتاب ده كاتبينه اثنين من اساطين الشيوعيه، اثنين كبار، انجلز وماركس، دول الزعماء. وده بالمناسبه اضيف لك معلومه، لان قلت لك بتستفيد انت، بمشي اكشر بيها البنات بكره كويس. اول كتاب خرج للشيوعيه في العالم كتاب تبنته الشيوعيه، وخرج هذا الكتاب تأييدا لما فرح به الشيوعيون من نظرية فريدريك داروين أو تشارلز داروين. فريدريك داك إنجلز، معلوماتك كويسة، أنت شاطر، أيوة خليك معايا أنا الليلة بجيهك كويس. تشارلز داروين لما طلع كتابه اسمه أصل الأنواع، وفيه نظرية أنه الإنسان عبارة عن تطور، جاء تطور من حشرة، حشرة تطورت شوية بقت حشرة ثانية إلى أن وصلت إلى مرحلة القرد الشمبانزي، بعديه طوالي جات مرحلة شنو؟ إنه انقلب الضنب راح والشعر بقى زول، عرفته؟ كتب قبل ده إنجلز، أنت متابع معاي؟ ده سرد تاريخي للكتب بذاته، الشاطر الخش قبيل ذاك برضه شايفه قاعد.
الإنجليز لما لقى الكتاب بتاع تشارلز داروين كتب كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. إنجلس كتب كتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان، في المقدمة بتاعته قال إن أجدادنا كانوا من القرود بيعيشوا في منطقة إكواتوريال فورست، بتعرفها؟ ترجم يا ولدي يا ولدي أنت صغير لسه. مناطق الغابات الاستوائية إكواتوريال فورست في المستنقعات قالوا كانت تعيش الحشرات، بعد ذاك الحشرات دي تطورت بفعل الطبيعة ثم صارت قرود. هذه القرود قالوا نتيجة للعمل، لاحظ لعنوان الكتاب ارتباطه مع الحتة دي، عنوان الكتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. لاحظ ليه قال دور العمل؟ لأنه داير ينفي وجود الخالق، يعني ما في قدرة للخالق تحكمت في الإنسان، إنما هو العمل. يعني القرد ده ما بيمشي بأربع رجول، لما يجي يلتقط ثمار الأشجار عشان يتغذى عليها لابد يجيب على رجلين الورانيات ويلتقط الثمار بالرجول القداميات، فنتيجة للعمل ده اضطر القرد إنه يجيب على حيله. أنت فاهم الكلام ده؟ أنا بحكي لك ده خلاصة الكتاب. اضطر القرد يجيب على حيله، بعد شوية ضنب راح مشى وين ما معروف. قال وصار أجداد وصارت تلك القرود هم أجدادنا، قال كده ده أجدادهم هم. أنت جدك بيضنبوا؟ وتضنبك وينه؟ الله يجيبه لك. كويس؟ الشيوعية لما شارلز داروين طلع كتابه أصل الأنواع اللي بيثبت فيه إنه الإنسان من قرد، الشيوعية فرحوا بهذا الكتاب وطوالي طلعوا الكتاب بتاعنا البيان الشيوعي وقالوا فيه صفحة 8 بما أن حواسنا لا تدرك غير الأشياء الحسية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، لأنه ربنا هم بيعتبروا إنه مدام ما بنشوفه وما بندركه بالحواس إذا ما في الله. ده كتاب شنو؟ البيان الشيوعي صفحة كم؟ 8. راجع كتاب الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية، لقاك؟ لقاك؟ تلقى سبب تحتيه يقول يا أخي ما حقول تو قريتوا كتب زي دي ما بقيتوا شيوعيين ليه؟ ما بنبقى، لأنه ده كفر، ده كفر. ويا طلبة اعملوا حسابكم وأنا بقرأ لك وأديك في المعلومات دي عشان تعمل حسابك إنه ده الخطر، دين والله زول يموت على عقيدة زي دي من هنا وجهنم، ما في أي حاجة تانية، ما في أي شيء. ربنا قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال فلا نعرف شيئا عن وجود الله. أقرأ كتاب اسمه نصوص من الدين، كتاب نمر 4، أقرأ شيوعي نصوص من الدين تأليف لينين الصفحة 25. أنت قريت حاجة؟ قريت شنو؟ بريق الرقم كتب قلة الأدب، حتجي البيت الحديقة وتجي البيت البريدة والسمحة قالوا مرحلة ما مرحلين أنت مالك مبارية تاني ما تخليها خطاك. شوف قلة الأدب وعلموا البنات قلة الأدب دي النوعية دي ذاتها يا طالب عشان تعمل حسابك من الأشكال دي تعرفون. والكويسة ذاته بيبقوا عاملين لهم كده عندهم يونيك براند، معناه شو؟ تقرا فلسفة وتدخلك في الإنجليزي قبل شنو؟ كويس؟ عندهم سمة بارزة علامة بتاعتهم، شفت التفة دي بقت علامة حقتهم، أول ما تلقى التفة دي أخذتهم ساي، شفت الشعر زي ده؟ ده شغلهم، ده ما علموا لنا المات داك مصطفى منو؟ بس فهمت؟ بقول أبو السيد ولا بقول شنو؟ نرجع للكتاب، كتاب نصوص من الدين تأليف لينين الصفحة 25. لينين بقول الدين أفيون الشعوب، وبيقول قد استطعنا وتمكنا من تدمير الإله والجنة والغيبيات
قال وكل شيء. قال قدروا يدمروا الله دين. ده الواحد ما قادر يرفع بنطلونه قال يدمروا الله. فهمت؟ اقرا معي كتاب مختارات لينين. ده كتاب مجلد ضخم. مختارات لينين. الصفحة 172. لينين قال ولم يكن الله هو الذي يحقق لنا هذا الاتحاد إذن فنحن لا نؤمن بالله. تجي تقول لي أنا شيوعي وأنا مسلم بتجي يا طلبة أسألكم بالله بتجي شيوعي مسلم كيف؟ الشيوعية قاداتها اللي ذكرت لك كلامه نفسه لينين ماركس إنجلز كويس كلهم دل دي قادة الشيوعية ما بيؤمنوا بالله كفرة ملاحدة انت معاهم في فكرتهم تقول لي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت مستهبل ولا شنو؟ هو يا اخي الناس قالوا نحن مؤمنين بالكذب قالوا بلسانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبيجوا يصلوا معاه في الجامع خليت بالك بيصلوا معاه في الجامع وبيقضوا معاه الجهاد ربنا سبحانه وتعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الادعاء كذب كذب ما ممكن أنت تصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت أنت مؤمن بالشيوعية في ناس زمن مسيلمة ودي أنت أحفظها في ذهنك تمام مسيلمة الكذاب بني حنيفة 2000 أو 100,000 من بني حنيفة ديل مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيقروا بالشهادة وبيقروا بأنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكن بقولوا شنو؟ بقولوا إنه مسيلمة نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم بس ده كلامهم ديل طلعوا كفار مجرمة قاتلوهم الصحابة سفكوا دماؤهم قتلوا مسيلمة ذاته شما تجي انت تقول لي انا ومحمد صلى الله عليه وسلم وانا اشتراكي ودار الشباب يقول معانا اشتراكين عاد بطل اللخبطه طيب انا طولت في الرد عليه عشان ما يجي يخش عليه الثاني ده يقول لي وانه ما في انه شوف انت خشيت هنا يا تقول لي انا مسلم يا تقول لي انا شيوعي في حاجه ثانيه يا طلبه مسلم المسلمين دول طوائف كثيره نحن بنجي نناقشك بعد ذاك كوم نفسك معاكم في كيمان كوم بتاع جبهجيه كيزان قاعدين بجاي في كون بهناك بتاع صوفية في كون بغادي بتاع انصار سنة في كيمان كثير احنا عارفيننا قاعدين دي مع عيادة بتاعتنا عيادة دي كل مرة منين عالينا نفرين ثلاثة وبنمشي حد ما الناس تصلح تمشي لقدام فهمت؟ مسلم كوم نفسك معكم من كيمان المسلمين ديل اما شيوعي ما عندي معك اي تفاهم كثير انا اي تفاهم كثير الا تجي داخل هنا في الاول تقول لي شوف انا كمسلم عند اول حاجة الشيوعيين كفار لينين كافر ماركس كافر انجلز كافر ملاحده بخشوا جهنم دي انا مقتنع بها اذا قلت لي كده ده بعد ذاك انا ممكن ابدا اتناقش معاك لكن انت تقول لي لا لا اوعى تعمل لي فيها حريف شفت تعمل لي فيها ذكي ودار تجيب اوعى بقبضك دي انا شغلتي ما تلف وتدور بفوق طيب بعد ذاك قال دار استدل على الاشتراكيه بحديث يا ولد انت مالك في الحديث الله هدي قال الناس شركاء في ثلاث المال الماء والكلى والنار وهل دي معناه الاشتراكيه؟ ما قال لك في ثلاثه بس ثلاثه طيب القروش وينها؟ شوف البليد ده بالله ده بجيب له دليل عليه وضده ادى ذاته الكلى ده الدليل ده المال القش ده مال انت غنمايه بتاكل برسيم يا ناس الكلى ده المال الكلى ده العشب ده في اللغه العربيه العشب الكلى ده ما شجر النخيل ولا شجر الموز ولا ده الكلى ده القش بتاع البهايم قال لك الناس شركاء في قش البهايم ده يعني بهيمتي تاكل وبهيمتك تاكل فهمت الناس شركاء في الماء وحتى الحديث ده تقال مفهومه شنو الناس الاشياء اللي شركاء فيها هو الماء العام والكلى العام فهمت والنار العامه لكن أنا لو في مويه في بيتنا مويه صح اشتريتها وخدتها في الثلاجه حقتنا تقول لي الناس شركاء جيب لي المويه جوا ديك والله ما اجيب لك كان تموت. انت عارف الماء الشركاء فيه ده الماء العام، الماء العام، النيل ده ما يجي واحد يقول هاي والله لا الراجل اللي يشرب من النيل ده هنا، النيل ده عام اشرب من النيل وفوت،
لكن أسأل لو عندي مزرعة، مزرعة أنا عاملة جنب النيل بجاي، وانت جيت مزرعتك بهناك وقلت لي لا أنا لابد أجور من الموية بتاعت مزرعتك دي، أها بجوز؟ ما بجوز بحديث برضو. يا سلام يا شيوعي انت خشيت معنا في الحديث كمان. أديك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الزبير لما اختلف الزبير ومعه رجل آخر من الأنصار، والزبير مزرعته الأقرب لمصدر السقي، فقام الرجل أخذ في نفسه فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير ثم ارسل الماء لصاحبك، فقال له أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر إلى آخر الحديث، لأنه أنا دم حلي ده أرض بتاعتنا ده ماشي عام، لكن أنت ما فاهم الحاصل كده خلينا أنا أسيت أمشي للناس المجي قلت الكلا، الكلا معناه أي زراعة ده مش فاهمك، أمشي في مزارع هنا قريبة هذه، أمشي خش قلع عبارات كم ما ينجموك أمشي تقدر؟ قال أنت أمشي أشتغلوا وما تنتظروا قروش، ونحن قاعدين قاعدين نلقط قروش من هنا ولا شو؟ قاعدين نلقط قروش من بياي؟ وأنتوا شغالين شنو خلونا نحن؟ بالله عليك أنا نازل طلبة أصل طالب قدره كذي؟ وطالب ده بيقرا كم؟ أنت في مجلس الآباء بتاع الجامعة ولا شنو؟ وطالب ده بيقرا كم سنة وهسه أخوانا؟ يا أخي ما ممكن، أنا في ناس هنا وقال لي طلبة، أنا دخلت الجامعة دي 2002 2003 اتخرجت 2006 عملت التمهيدي 2007 مش كده؟ فتة جيت راجع الجامعة دي 17 سنة 2017 جيت راجع ثاني الجامعة بحضر فيها لقيت جماعة دخلوا قبالنا لسه قاعدين قاعدين زي ما هون، ده بي دي اف ولا شنو القاعد هنا ده؟ مو قاعد شنو ده؟ تقول له يمشوا همشوا وامشوا اشتغلوا الما شغال انت ده قاعدين بتسكعوا مع البنات بيجاي بتسكعوا انتوا ديل الما شغالين انتوا شغالين شنو؟ الشيوعيين قاعد يشتغلوا شنو ذاتهم؟ يشربوا في السيارة النهار كله قاعد يقولوا يا طيب من وين انتوا ذاتكم؟ طيب ما عندك أي حاجة ثانية؟ ما قال بطلوا الحتر وامشوا اقروا، قال في كتب بي دي اف امشوا اقروها، نظام داري كشير اظن الاختصار ده عاجبه، كلمة بي دي اف دي اظن عاجبه، بي دي اف دي ما الكتاب ذاته لكن سوفت كوبي بس، ده الكتاب ذاته البي دي اف ده، والكتاب اللي برا ذاك صوروا صور فهمته وبقى بي دي اف، بالله يعني النوعيات دي يا اخوانا، انتوا تعالوا في محل بتاع مريسة قريب هنا يا طلبة، سؤال بريء كده يعني ما قصد الزول ده انا، في محل مريسة قريب ولا بنجويا؟ يا اخي الله يهديكم يا مالكم يا اخي. طيب نفتح فرصة ثانية؟